الو بونجور بونجور تو الموند. المرجل شي راك في القناه وحاولوا تقلبوا علينا ودابا نصيفطوا الروابط. هذا الشيء راه مفيد للجميع، راه دروس مجانيه للجميع. الو اجوردي اون فافا سيت ليسون دو برودكسيون اكريت ان ساجي دو جونغ اي تيب دو تكست. بزاف النوبات تيكونوا التلاميذ مساكن عندهم اشكال بالنسبه للي جونغ اي لي تيب دو تكست، ما تعرفوش شنو هو لو جونغ اي لو تيب ديال التكست اللي كاين قدامهم، سواء اللي مطلوب منهم وسواء اللي خصهم هما يقراو ويعرفوا لو تيب ديالو اي لو جونغ ديالو. غادي نبداو بلو جونغ بيان سور. لو جونغ، لو جونغ هو الاول، غادي نشوفوا لي تيب. بالنسبه للو جونغ اي بوكو دو جونغ دو تكست، لي جونغ دو تكست انواع النصوص اللي كاينه قدامنا، ماشي كلشي بحال بحال. بيان سور يا بوكو دو جونغ دون لا ليتيراتور فرونسيز، يا بوكو دو جونغ. لو بلو امبورطون جونغ اللي كاين هو لو ريسي، لو ريسي، لو ريسي. الوغ لو ريسي او بيان لو تكست اللي فيه لا ناراسيون. الوغ لو ريسي كاين لي جونغ دو تكست بيان سور. فوالا سو سون لي جونغ دو تكست، لي جونغ دو تكست. نو افون لو ريسي. الوغ لو ريسي سي ان جونغ دو تكست، سي تلقاو بزاف في لو رومون اوف لا نوفيل. الوغ لو رومون بيان سور هو تتكون روايه كبيره، بحال الناس اللي عندهم سيزيام اني راه عندهم لا بواط ا ميرفي. سا سي ان ريسي، سي ان غران ريسي باسكو سي ان رومون. لو رومون مديور من الريسي. لو ريسي سي لو جون دو تكست او ايليا ديز ايستوار، اون راكونت لا ناراسيون. في لو ريسي كاين لو تيب ناراتيف. الوغ لي تيب اللي غادي نشوفو من بعد هما اللي تيكونو في كل جونغ كاين دي تيب بريسي. غادي نشوفو لي تيب من بعد، نشوفو بعدا لي جونغ. الوغ قلنا لو ريسي سي ان جونغ دو تكست كي سو باز سور لا ناراسيون اي لا ديسكريبسيون. لا ناراسيون هي فاش تنكون تنعاود قصة، جو نار جو راكونت اون ايستوار، اي لا ديسكريبسيون كون جو في لا ديسكريبسيون دان ليو دان بيرسوناج دان كاركتير. سافو دير كنوصف، كنوصف داك لو ليو و تنوصف داك البيرسوناج ولا كنوصف شي حاجه، تندير لها الوصف ديالها. ناراسيون اي ديسكريبسيون كيعطيونا ان ريسي. الوغ لو ريسي سي ان تكست اللي فيه ايستوار تنعاودوها، سافو دير ناراتيف اي ديسكريبتيف فاش تنوصفو شي جاردان ولا شي حاجه في ديك ليستوار. ندوزو لو دوزيام جونغ سي لو تياتر. لو تياتر سي ان جونغ دو تكست اللي كي سو باز سور كوا اي سو باز لو تياتر سو باز اسونسيلمون سور le dialogue. Alors, le dialogue entre des personnages. Entre des personnages. Les personnages qui sont sur scène, ou il faut un dialogue ou bien un monologue. Ça, c'est le théâtre. Et le théâtre, la pièce de théâtre, Jean Anouilh, Antigone. Antigone, c'est un genre théâtral. Le théâtre, vous faites connaître des personnages qui sont drôles bien sûr. Au public, tu es prêt de forger, bien sûr. Il y a la scène, il y a le dialogue, il y a le personnage, il y a la tirade. Il y a beaucoup de, kind of lexique, les radars, j'ai eu une chambre là, tu sais quoi, l'autre,